السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز وين يخطف الأضواء في الأسبوع التاريخي، يعني نهاية أسبوع تاريخية بالنسبة للجزائريين، بالنسبة لرياض محرز يعني أسبوع تاريخي بمعنى كلمة الابن الجزائر، يعني وين ختم الأسبوع ختمة نهار لحد ربد قنطار تاع فضة في إنجليز، خطرة في هذيك زاد يقلب كلش. لازم تأمنوا باللي رياض محرز هو اللي غادي يربد شامبيونز ليغ، مهما كان الوزن، ما كان لا ريال مدريد لا باريس سان جيرمان، ما كان لا تشيلسي، ما كاش كاين رياض محرز، ما كان تا واحد. لي سيبورتي باريس سان جيرمان يسمح هذا العام، يسمح يوخر برك. انتم ما خليتوا البارسا دات شامبيونه وتبعوا في محرز، كاينه 13 محرز يربدها صايك سي بون، هاي كاينه 13 انت تخلي محرز يربد، حاسدين على حازم محرز خليه يربد، غادي محرز غادي يربدها، ما كان لا باريس سان جيرمان لا ريال لا والو، كاين رياض محرز. انا نقول لكم رياض محرز يخطف الاضواء في اسبوع تاريخي، رياض محرز يحتفل بهدفه في شباك باريس سان جيرمان المتصدر الدور الفرنسي. محرز قاهر، كبار الحراس في العالم. رياض محرز ينتزع إشادة في أسبوع حافل يعني وتاريخي، من خطف النجم الجزائري رياض محرز الأضواء بتألقه اللافت خلال الأسبوع الحالي بقميص فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، ليستحق عن جدارة أن يكون رجل الأسبوع في تشكيلة المدرب الإسباني الفيلسوف بيب غوارديولا. أي رجل الأسبوع داها مع الحد وكملها الأربعة، جمعة يدوش والجمعة الخميس يدوش والجمعة يصلي وتبقى سيمانة جديدة وتشوف رياض محرز. وبدأ النجم الجزائري الأسبوع الجاري بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاد فريقه للتتويج بأول ألقاب هذا الموسم، إذ اقتنص مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة الإنجليزية بفوز على توتنهام في مباراة نهائية بهدف دون رد. وكان محرز هو رجل المباراة الأول، حيث كان واحد من أخطر العناصر الهجومية في تشكيلة الفيلسوف بيب غوارديولا، وشكل إزعاج كبير للدفاعات الفريق اللندني، يعني الدفاع تاع وين لعبوا في ويمبلي. وتوج النجم الجزائري بجائزة أفضل لعاب في المباراة عن جدارة واستحقاق بعد الأداء المتميز الذي قدمه طوال 90 دقيقة. رياض محرز يتألق في دور الأبطال، وإن وصل ابن الصحراء ومحارب الصحراء التألق اللافت بعد أن قدم عرض رائع على ملعب بارك دو برينس في عاصمة الفرنسية باريس خلال مباراة فريقه مساء الأربعاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف النهائي دور أبطال أوروبا، ونجح النجم الجزائري في تسجيل هدف الفوز لفريقه من قذيفة هائلة من ركلة حرة مباشرة سكنت المرمى الحارس نافاس ليحسم المباراة لصالح مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف واحد فقط. النجم الجزائري يحتفل بهدفه الرائع، يعني قلب به الموند رياض محرز. وين وفق الشبكة أوبتير لإحصائيات، فقد ساهم رياض محرز في تسجيل 20 هدف في 26 مباراة فقط. بدأ في الدور أبطال أوروبا بتسجيله
8 أهداف وصناعة 12 هدف لزملائه. وكان النجم الجزائري قد أكد في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي خاص بالمباراة أن مثل هذه المواجهات في النصف النهائي دور أبطال هي نوعية المباريات التي يحلم بخوضها منذ طفولته، يعني حلم وقد تحقق، حلم وقد تحقق. وشدد اللعاب على أهمية تتويج مانشستر سيتي باللقب دور أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق بات على بعد خطوة فقط من تحقيق الحلم الأوروبي وحصد اللقب الذي ينقص هذا الجيل الذي فرض سيطرة على كرة القدم الإنجليزية والعالمية. من الذي يستطيع أن يفوز على مانشستر سيتي؟ أنا ما سيبورتيش مانشستر سيتي، بس أنا سيبورتي رياض محرز، أنا سيبورتي رياض محرز. كما أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفيلسوف، علاه نقول أنا شوف ما نكذبش عليكم، والله يا غوارديولا مدرب كبير، غوارديولا على بالك الناس كاع كانت عاير فيه تاع التدوير التدوير التدوير، بصح سنا التدوير. شوف كيفاش بدا الشامبيونات، دور دير منا لعاب فلان، دور مشي مشي مشي، بصح تالي اش قال لهم؟ قال لهم محرز جاهز للحسم، جاهز للحسم، هذا هو. من كما أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالأداء الرائع الذي قدمه محرز أمام باريس سان جيرمان، حيث قال في تصريحات بعد نهاية المباراة: لعب محرز بشكل جيد حقا، إنه يؤدي بشكل رائع خلال الأشهر الماضية، لقد كان عدواني جدا ولديه شخصية، إنه رجل لا يشعر بالضغط في اللحظات الحاسمة، يتعامل معها بشكل جيد للغاية. يا ابن عمي، ها ابن عمي، هاو شتو البنت لي ماركاه، هاو شتو تقول، قاعد تقول بيتيري، تقول في الكارطيات، تقول ذا ندير له حجرة من وحجرة من، وراه يلعب في الكارطيات، والله لا تقول يلعب في الكارطيات، أنا راسي أنا ما أمنت، والله لا تقول يلعب في الكارطيات، ما يعرق، ما عينيه داخلين، ما خايف، ما والو، نورمال. قال له تكتريها وانتيري عليك، تفضل. قال له خليها لي، واخر جبريل، واخر، قال له خليها لي، ما تشوف البنت تاع مصر، تاع لي ماركيتا، تاع قلعت الشعر. قال له، قال له ماركيتا، قال له نهار اللي الشعر قلعت لصلاح شتو ولا ما شتش؟ قال له لا ما شتش، قال له كنت نتريني، لا قال له كنت نشري، كنت داير لاشين، قال له كنت نشري في الراخر للدراري، قال له كنت داير لاشين على الكسرة على البريوش. قال له دروك نوري لك بريوش كيفاش يطيبوه. هذا محرز قال جبريل، قال له خاصك البريوش، تقول جاكلين كيفاش طيب لك البريوش في الدار. قال له وانا جاكلين، قال له شويه باغي يطيب في الدار، باغي الخبز تاع الدار. قال له دروك نقول لمرتك جاكلين كيفاش طيب البريوش. رحاها بوي، هاو رحاها، هاو داو في الدقه، هاو انا يا راني، انا المورال راه لا اللي خاصو شويه مورال نعطيه، راه عندي، راه عندي، اي راه عندي مورال، فائض تاع مورال راني داسة، فائض البارح عندي فائض تاع مورال، اللي خاصة شوية مورال صدق عليا نفليكسي له شوية مورال، والله العظيم راه عندي بلان، صايي بلان راه عندي، مورال تاع سيمانة راه عندي صايي، ما راني فرحان على بالك راني نهدر، ما عييتش ما عييتش، نظاري نهدر مديقوتي، والله ما عييت وراني فرحان، راني فرحان، والله لا راني فرحان، هاك حشتا ولا اللي نبغوه مركع. هذا هو المقرر أن يتوجه الفريقين على الملعب الاتحاد في لقاء الإياب يوم الثلاثاء الموفق للرابع من شهر المقبل من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية. يعني وين محرز يعني غادي يكون هو الحاسم، كذلك محرز هو اللي غادي يكون الحاسم، يعني محرز هو اللي غادي يكون الكل في الكل، سوف يقدم مباراة. اي محرز، اي غوارديولا، اي انا نهضروا الصحه، غوارديولا يقرا بارتيه يا جماعه، اي والله لا يقرا بارتيه، غوارديولا كيقول لك نقراك نربحك نربحك، كيقول لك غادي نربحك انا وين تفقت به، زدت فقت به، زعما الشيخ كبير العام اللي فات كونتر الريال في الريال،
في برنابيو، فما تفقد بيه باللي ودي صعيب صعيب صعيب، ما تطيقش عليه، ما تنجمش عليه، ما تنجمش عليه. دونجي 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 دونجي، يقرا البارتيه، يقرا لادفيرسير مليح، ويعرف كيفاش يلعب. انا كي شفت محرز يلعب في لا ديفونس فقت عليه، وكان اللي كنا نتفرجوا في القهوه قال لك اودي محرز علاه يلعب في لا ديفونس يطلع يتعلم. لا، غوارديولا بريمير ميطون حبس لي كونتر اتاك، ولا يحبس في لي كونتر اتاك تاع باريس سان جيرمان. هذه هي الجوده اللي عند غوارديولا.